يسترجع سلمان، يسترجع المنتخب الياباني اللي باش يلقى الشوارع موجودة في الدفاع السعودي. كرة يلزمها الحسين بولت أو جاستن جاتلين للحاق بها، ويزيد الياباني كل الويل. لو السعودي سجل هدف الأمان والاطمئنان، عمر هوساوي قلب الدفاع، قلب الأسد، قلب الدفاع للنصر، هو عمر هوساوي يضيع في وسط الميدان السعودي لشل حركة اليابان. وسلمان ترجع كرة، حذاري حذاري، وعمر الهوساوي هو الكل في الكل. أسانو إيديغوتشي والكرة اليابانية، هو عمر الهوساوي يتفوق بصورة واضحة 65%. الشوط الثاني من أجمل الأشواط على مستوى النجاعة والثبات والمقالبة للمنتخب السعودي ضد مايا يوشيدا. قلب الدفاع كابتن المنتخب بعد خروج كيزوكي هوندا، عمر قلب الأسد للدفاع السعودي. لا دايرة تدير وقفة على أعصابه، يناس على أعصابه الاستماتة، الأخذ منه التعب كل المأخذ يا عشاري هوساوي. الأخضر السعودي يقدم من خلالها لمحة جميلة للكرة العربية، يعني يتقدم ويفوز بهذه المواجهة بهدف دون مقابل أمام نظيره المنتخب الياباني الكمبيوتر.